بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر لمدينة الشارقة للإعلام شمس على إطلاق مثل هذه التجربة الإماراتية الفريدة من نوعها، التي هي في الحقيقة يعني تدعم المبتدئين الذين يحاولون الدخول إلى عالم السينما من كل بكل الطرق، سواء من التمثيل أو كتابة السيناريو أو الإخراج أو بكل الطرق المتاحة. فهذه فرصة وهذه مبادرة جميلة يعني تغير مفهوم السينما بحيث أنها تكتب بأيدي الجمهور بنفسه. طبعا إمارة الشارقة بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة إمارة مهتمة جدا بالفنون بكل أنواعها، وهذا نوع من الفنون الذي يهتم فيه صاحب السمو. نحن إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا المشروع، ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه تجربة إماراتية عربية ناجحة على كل المستويات.